من إنفو لايف تي في من القدس، معكم عيناب حلبي لأهم العناوين. ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن إيران تسعى لتشغيل محطة بوشهر النووية، وهي أول محطة نووية في البلاد، في عام 2009 وبعد سنوات من التأخير. وسلمت روسيا إيران بالفعل الوقود النووي للمحطة بموجب عقد بنائها الذي تبلغ قيمته مليار دولار. وتقيم شركة روسية المحطة في بوشهر المطلة على الخليج في جنوب غرب إيران، لكن موعد بدء التشغيل أجل مرارا بسبب مشاكل مثل الخلاف على بعض المدفوعات. ووافقت روسيا على بناء المحطة عام 1995 في موقع مشروع سابق بدأته شركة سيمنز الألمانية في السبعينات. وتعطل مشروع سيمنز بسبب الثورة الإسلامية عام 1979 والحرب العراقية الإيرانية. أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أنه يشعر بقلق عميق للوضع الإنساني في غزة، وحث إسرائيل على السماح بدخول موظفي المعونات التابعين للمنظمة الدولية إلى القطاع. وقال المكتب الصحفي للأمم المتحدة في بيان أن الأمين العام اتصل هاتفيا اليوم برئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت للتعبير عن قلقه العميق بشأن عواقب الوضع الإنساني المتدهور في غزة. قالت صحيفة هارتس الإسرائيلية مساء اليوم أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب من الرئيس الإسرائيلي أولمرت خلال اجتماعهما الإفراج عن كولمن مروان البرغوثي القيادي في حركة فتح، وأحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية، ودكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي عن حركة حماس. وبحسب الصحيفة فإن أولمرت وعد جديا بالنظر بالإفراج عنهم ضمن قائمة الأسرى الفلسطينيين المنوي إطلاق سراحهم قبل عيد الأضحى. اعتقلت القوات الإسرائيلية 14 مواطنا من مختلف محافظات الضفة الغربية، في حين هاجم المستوطنون منازل المواطنين وأملاكهم في مدينة الخليل، وتم فرض حظر التجول على بلدة تقوع في محافظة بيت لحم. وأوضحت مصادر محلية أن الجنود اعتقلوا 4 مواطنون من مخيم بلاطة في محافظة نابلس بعد مداهمة عدد من المنازل والعبث من محتوياتهم. من المتوقع أن تعلن وزارة المالية الإسرائيلية في الأيام القريبة انخفاضا في أسعار الخبز بنسبة 3%، وذلك بعد أن أوصت وزارة المالية بأن أسعار الخبز ينبغي أن تخفض بنسبة 7.4% خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد الإسرائيلي. شكرا لمشاهدتكم إنفو لايف تي في، وطابت أوقاتكم.